السلام عليكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة اليوم على قناتكم ديزاتاك. في حلقتنا اليوم سوف نقوم بشرع عملية ربط بطاقة الفيزا كارت بايسيرا بحسابك بايبال. نتابع شرح على بركة الله. نقوم بالولوج إلى حسابنا الخاص في البايبال، ثم نقوم بتسجيل الدخول بالطريقة العادية عن طريق كتابة الإيميل والباسورد. هنا يطلب مني تأكيد عن طريق رقم الهاتف لأني منذ مدة طويلة لم أقوم بالولوج إلى حسابي في البايبال، وسأقوم بربط بطاقة الفيزا كارت بايسيرا بحسابي في البايبال حصريا. هذه هي واجهة موقع البايبال الغير مفعل. سنقوم بربط بطاقة الفيزا كارت بايسيرا الخاصة بنا عن طريق الضغط على لينك كارت في هذه الخانة، ثم نقوم بالضغط على Link a Credit Card. في هذه الواجهة وفي الأربع خانات التالية، في الخانة الأولى نضع الرقم التسلسلي الخاص ببطاقة البايسيرا والذي يتكون من 16 رقما. في الخانة الثانية Card Type نختار نوع البطاقة فيزا. في الخانة الثالثة ندخل تاريخ نهاية صلاحية البطاقة المتكون من الشهر والسنة. ثم في الخانة الرابعة نقوم بوضع رقم السي في في الخاص بالبطاقة، وسنجد هذا الرقم في خلفية البطاقة أو خلف البطاقة يتكون من 3 أرقام. ثم في الخانة الخامسة خانة العنوان يقوم الموقع تلقائيا بإضافة العنوان الخاص بنا الذي سجلنا به حسابنا على البايبال، ثم نضغط على لينك كارد. تمت إضافة البطاقة بنجاح. الآن كيفية تفعيل البطاقة داخل حسابنا في البايبال. نضغط على داون. نقوم بالدخول إلى حسابنا في الإيميل ونتأكد من وصول الرسالة من موقع البايبال تقول لنا بأن إضافة البطاقة تمت بنجاح. إذا قبل أن نضغط على confirm your card يجب علينا أن نتأكد من حسابنا في موقع بايسيرا أنه يحتوي على 1.60 يورو، أي ما يعادل 1.80 دولار. نتأكد من أن لدينا مبلغ يفوق 1.50 يورو. في حسابي البنكي على بايسيرا أتوفر على 0.78 يورو، أما في البطاقة أتوفر على 0.92 يورو. سأقوم بتحويل المبلغ الذي هو في حسابي البنكي إلى حسابي في البطاقة. إذا بعد التأكد من أن حسابنا في بطاقة البايسيرا أنه يفوق 1.50 يورو، نرجع مرة أخرى إلى موقع البايبال ثم نضغط على Confirm Your Card. في هذه الواجهة نذهب إلى الأسفل قليلا ثم نضغط على Get Code. سوف يرسل لنا البايبال كود يتكون من 4 أرقام على حسابنا في موقع بايسيرا، ويتم اقتطاع 1.50 يورو من البطاقة. نضغط على Down ثم Enter the code to confirm your card. ننتقل إلى حسابنا في موقع البايسيرا. نذهب إلى الأسفل قليلا ثم في حساب البطاقة نضغط على 1.50 يورو التي تم اقتطاعها والتي هي موضحة باللون الأزرق هنا، ثم نقوم بنسخ الأرقام 4 والتي هي موجودة في خانة Recipient B، ثم نعود إلى موقعنا في بايبال ثم نقوم بلصق هذه 4 أرقام في خانة التأكيد من الرمز، ثم نضغط على Confirm. وهكذا تم تأكيد بطاقة البايسيرا الخاصة بنا في حسابنا على البايبال. الآن أصبح لدينا بايبال مفعل، يمكننا استقبال وإرسال الأموال بكل سهولة. نضغط على Done. يمكننا الذهاب أيضا إلى الإيميل للتأكد من أن رسالة نجاح ربط البطاقة بحسابنا في البايبال قد وصلت. هذا كل ما كان في شرحنا اليوم، في حلقة قادمة إن شاء الله. زوارنا الكرام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد.